الرب قال كده لأرميا في وقت قال له انت بتمشي مع المشافه اتعبوك، هتعمل ايه لما تباري الخيل؟ ده نقله في التكليف. بتمشي مع المشاه وبتنهج وحياتي زمن تتنقل التكليف اللي على حياتك ووقفك صف، دايما بقولها بالتعبير ده، بوقفك صف مع الخيل. مع عارفين سبق الخيل؟ يبقى خيل 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 وحضرتك. والمنظر العام فشلانه فشلانه، يقول لك انت انت ولا انت كليسيه؟ لو انت كليسيه قوانين الخيل مش منطبقه عليك، قوانين الطبيعيه مش منطبقه عليك. لو انت كليسيه انت فريلم اخر في مستوى قاعد اعلى بتتحكم في القصه في الروح القدس، فانا بوقفك مع الخيل وبقول لك اكسب. ده نقلات التكليف اللي انا عنيها. نقلات التكليف انك تقف قدام العازر وتقول له هلم خارجا، ده لازم هيحصل 16 وما بعدها، لازم هيحصل. انه يحطك قدام الحته اللي هي ما فيهاش حل، زي ما وقف قدام التينه اللي مش زمانها ويتوقع منها تين، لان انت كليسيه ولا عادي. والفجوه هتوسع ما بين الكليسيه المنفصله عن السيستم الطبيعي لسيستم الروح فبتحكم، او العادي. دي نقلات التكليف جايه من نقلات الكنيسه. فالكنيسه لما تبقى كليسيه تكليف بيزداد عليها. كفايه كده. البلبلة هتزداد لأن طبيعة العالم بابل من أول تكوين 10 حصل بلبلة، فاكرين لما جوب البرج بابل؟ فالبلبلة هتزداد. ولو أنت كليسية مش هتتلخبط بالبلبلة اللي حواليك، لأن الكليسية مش من بابل. فلما البلبلة اللي حواليك تبتدي تحصل في الأمم والشعوب أنت بتبقى عارف تقف فين، وتبتدي تصلي وتبتدي تتكلم. أخبار النيل إيه؟ إحنا كليسية ولا مش كليسية؟ أخبار الشعوب اللي حوالينا إيه؟ إحنا كليسية ولا مش كليسية؟ في 16 وما طال هستعمل تعبير كتابي، ما تسألونيش عن التفاصيل. الأرض هتفتح فمها لتبتلع حاجات كتيرة. التعبير ده كتابي موجود في كتاب مقدس كذا حتة. فتحت الأرض فمها وابتلعت. ده هيحصل لسيستمز، هيحصل لحاجات ثابتة بقالها سنين طويلة، هيحصل لأسماء، هيحصل حاجات كتيرة. الأرض هتفتح فمها وتبتلع حاجات كتيرة. ده جزء من اللخبطة. أشكرك أختي قالت هللويا، ده حاجة جميلة. لأنه بعض الأحيان ممكن حد تاني يسمع يقول هيبلعني. الأرض هتفتح فمها وتبتلع حاجات كتيرة. ففي سيستمز هتتبلع، مش بس أمم، في أمم هيحصل لها مرج، وفي أمم هتنفصل، وفي أمم هتتبلع، في سيستمز حتى، الأمم هتفضل بس السيستم بتاعها بينهار. بداية من مايو وقوفك في اللي أنا بحكي عليه من إكليسية، يعني بعد أول 4 شهور من السنة، وقوفك فوق الجبل من الراحة والسلطان كإكليسية مهم جداً. هقول لك كلمتين تذكرهم لأن الحرف الأولاني منهم هو نفس الحرف. ما كنتش أقصد، مش بوزن الكلام، لكن هو ده اللي حتى لما ربنا قال لي قولها بالطريقة دي. حروب وحرائق هتقف بسبب إكليسية واقفة فوق الجبل ورفع أيديها. الاتنين بالحاء أنا بقولهم، برجع أقولها بنفس الطريقة الطفولية دي لمجرد عشان تتذكر. حروب وحرائق من أول مايو محتاج أنك ترفع إيدك وتتذكر أنه في أمور كتيرة لازم تبقى واقف، لأن من أول مايو في حبة بلبلة هتزداد. هذه البلبلة مش علشان تبص وتمصمص شفايفك، الأرض هتفتح فمها تبلع حاجات مش عشان تبص وتمصمص شفايفك، لكن عشان تقف فوق الجبل وتحكم كإكليسية.
ما تتبلبلش، لأن الأرض هتفتح فمها. مش بتكلم على 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 فقط كوارث، مش بتكلم على حروب. أنا قلت حروب وحرائق، كنت بتكلم على أكتر من كده. في حاجات هتتبلع، في سيستمز هتتبلع، ما تتخضش. في حاجات في أوروبا هتحصل، عشان بس الأذهان تبتدي تتكلم. حاجات في أوروبا هتحصل، ما تتخضش. اعرف إن الأرض هتفتح فمها وتبلع حاجات كتير. أنت كليسية ولا مش شارع؟ لو أنت مش شارع اقلع، لو أنت كليسية أنت مش من هنا. أنت كويسين؟ لو أنت كليسية أنت مفصول للسماويات، أنت قربت للغشاء الرقيق ما بينك وبين السماء. السماء مش غريبة عنك، ووجودها وجودك فيها، وجودك فيه، وجودك فيها، وجودها فيك مش حاجة غريبة. مش لما نروح السماء إن شاء الله. اسمع اجتماع الاثنين اللي فات، لعبت معاهم في آية عن مستوطنين ومتغربين. ليه؟ لأن وجودك في السماء، وجود السماء فيك بيزداد في هذا الموسم بطريقة يبقى طبيعي. أوكي، أقول لكم جملة. ربي زود التصاقك بالسماء والتصاق السماء بيك، بحيث أنك لما يجي معاد انتقالك تبقى كأنك بتتمشى. انتوا مستغربين ليه؟ مش اخنوخ ده، اخنوخ كان بيتمشى. وفي الازمنه الاخيره هذا يبقى طبيعي، ده يبقى طبيعي. في يقول لك حموتك، تقول انا بتكلم بجد، مش بتكلم بجد ان حد يقول لك حد هيموتك، مش بتنبأ عليك، بس بقول لك ان ده الطبيعي، ده الطبيعي. فتحصل بلبلة في الأرض، يحصل مش عارف إيه. القصة إيه؟ القصة هو أنت كليسية ولا مش كليسية؟ الكليسية قريبة جدا 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 من السماء، لأن الغلالة بقت رفيعة جدا، رقيقة جدا 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 ما بينها وبين السماء. وأنا هنا بتنبأ بقى على حياتك إن أوضتك اختبارات السماء فيها تزداد، وإنه اختبارات إنك تستقبل وتسمع وتشوف في قطك وإنت راجع جنب سيرك ستزداد. ليه؟ لأن الرب عايزك توطي راسك ويملك زخيرة وتفضل تحافظ عليك أنت وزملائك جنب بعض. ورب يطلع الإكليسية دي بسلطان مختلف لاختبارات مختلفة في الأوضة. عايز أقولك لما تروح النهاردة بالليل ارجع جنب سيرك وتوقع إن هيحصل ما لم يحصل قبل كده في قطك، أيا كان محافظتك، أيا كان مكانك. صدق معايا ونط عليها، قول يا رب انا مش عادي، انا مش فلان الفلان اللي بيحضر اجتماع فلان الفلانه او الكنيسه الفلانيه، انا في كليسيه. الكليسيه ده مكان مختلف خالص خالص، اسمها كنيسه بس هي مربوطه بالملكوت. لانه لما قال انا ببني كليسيتي ابواب الجحيم لا تقوى عليها، ده سلطان، واعطيك مفاتيح الملكوت. الكليسيه والملكوت حقيقي واحد، انفصلوا عن بعض بسبب البروده اللي حصلت فينا، لكن مش مقاصد الرب انها تنفصل عن بعض. طبعا في معاني مختلفه في الكلمتين، بس